تعالوا نروح نتابع هذا اللقاء مع ايضا الكابتن عصام شعبان المدير الفني لنادي جمهوريه شبين، ونرجع تاني لحضرتك. الحمد لله على كل حال، انا اسف بس غصب عني والله، ضغوط كتير قوي قوي قوي. الدنيا واقفه معانا الفتره اللي فاتت دي في ملعبنا في شبين، وحتى في ملعبنا بره اللعيبه بتادي وبتادي ماتشات كويسه قوي، بس التوفيق مش معانا. بنقول الحمد لله احنا بنلعب النهارده فرقه المنصوره، فرقه المنصوره اول. محدش عارف الجو والظروف اللي احنا بنشتغل بيها، وكل الناس عماله تتكلم واحنا مش قادرين نرد حتى. فبنقول الحمد لله، انا بشكر ربنا قوي قوي، بشكر الناس مجلس اداره بصراحه، بشكر الحاج محمود لحد امبارح بحل لنا مشاكلنا هو مجلس اداره، بشكر اللعيبه الرجاله قوي قوي، فوق كل ده جمهور شبين بصراحه. الناس النهارده انا بقالي فتره طويله وما شفتش جمهور شبين قوي كده. انا يمكن واحد من الناس من زمان وانا مرتبط شويه بحته الجمهور في شبين يعني، فبقول الحمد لله الحمد لله، انا بشكر الناس قوي. بقول للاعيبتي يمكن دي بدايه، مش ده لو ده وضعنا ولا ده مستوانا ولا ده ترتيبنا لحد النهارده. اللي جاي ان شاء الله باذن الله احسن، بامر الله. طبعا مباراه صعبه، المنصوره المتصدر الاول، احنا كل اللي يجي يشوف الماتشات هنا احنا عاملين ماتشات كويسه جدا جدا، بس كان يعني سوء توفيق يعني مش محالفنا. النهارده الحمد لله ربنا وفقنا، ضيعنا قبل الجون كوره واثنين، وفي ضربه جزاء حضرتك تعدوها ثاني اللي جت في ايده دي باينه خالص، واحنا شغالين الاسبوع كله على المكسب، مش بره او جوه، احنا شغالين طول الماتشات على المكسب، ما نروحش مثلا نتعادل، لا والله احنا فرقه كويسه جدا، واملنا ان احنا ننافس على الصعود ان شاء الله باذن الله. بين الشوطين ماشيين كويس، وقلنا ركزوا زي ما انتم هتكسبوا ان شاء الله، هجي لكم باذن الله. طبعا المكسب جه في وقت يعني صعب خالص، والمنصوره كان بيهاجم واحنا كنا بنحافظ على المكسب، ووقت كده حتى برضه احنا بنحافظ كنا بنفكر احنا نجيب جوان برضه تاني. الحمد لله ربنا كفينا بالمكسب يعني، الحمد لله. الحمد لله والله، كل بفضل ربنا وتوفيق وكرم واللعيبه، تعب اللعيبه ده، عشان كده الحمد لله احنا تعبنا والناس دي جت وشجعتنا، فاكيد ربنا لازم يكلل التعب ده كله بهدف ان شاء الله، والحمد لله على المكسب للجمهور كله. طبعا احنا لعبنا التسع ماتشات كلهم كنا كويسين، مفيش ماتش كنا نخسره، مفيش ماتش كنا نتعادله. لما ربنا يكرمنا بماتش زي كده، بماتش جماهيري بجهاز فني محترم بنادي كبير زي نادي المنصوره، لازم الكابتن يعمل كده، هو مضغوط وهو شايل هم بلد، فمعلش هو عليه ضغوطات كتير، والحمد لله ربنا كرمنا عشان نفرح الناس دي كلها.